يا كحك العيد، يا احنا يا بسكويت، يا احنا يا شربطات، يا احنا في الكوبايات، يا احنا محدش حلو الا احنا. اغنيتنا كمصريين من زمان قوي تطل علينا مع نهاية الشهر الكريم عشان تعلن عن بداية موسم الكحك والبسكويت. كحك وبسكويت وغريبة وبيتيفور وغيرها وغيرها من الحاجات التانية اللي بتملى بيوتنا وبنتلم حواليها عشان نعملها في نهاية شهر رمضان الكريم كل سنة احتفالا بعيد الفطر المبارك. طيب ايه بقى اصل الكحك والبسكويت ده؟ اقول لكم انا. بداية الكحك كانت مع أجدادنا الفراعنة، وكانوا بيعملوا الكحك ده احتفالا بتعامد الشمس على وجه حجرة خوفو، وكانت بتتقدم لحراس هرم خوفو الشهير، وبرعوا الخبازين في عمل أشكال وألوان من الكحك لحد ما وصلوا لعمل العشرات من أشكال الكحك، وكان بيتعامل على شكل قرص الشمس. طيب إيه الدليل على الكلام ده؟ الدليل هي الرسومات الموجودة على مقابر طيبة منف في مصر القديمة، وخاصة على مقبرة رخمي رع، وكانت بتشرح طريقة صناعة الكحك بالتفصيل. وكمان كان الكحك بيتصنع في عهد الدولة الطولونية تحت اسم كل وشكر، وازدهار الكحك بقى في مصر كان في عهد الدولة الفاطمية، واهتم بصناعته في عيد الفطر، والخليفة كان بيخصص 26 ألف دينار لصناعة الكحك، وكانت المخابز كلها بتشتغل فيه من شهر رجب. وبعد كده تم إنشاء دار الفطنة، وده دار مخصوص لصناعة كحك العيد. وطبعا قوالب الكحك موجودة في المتحف الإسلامي لحد دلوقتي، ومكتوب عليها كل هنيئا وشكر، وكل واشكر مولاك. واستمر الكحك معانا بقى لغاية أيامنا دلوقتي، وارتبط معانا بنهاية شهر رمضان الكريم وقرب عيد الفطر. ويا سلام بقى على شوية كحك كده وبسكويت مع كوباية الشاي بلبن بعد صلاة العيد بالظبط. وكل سنة وانتوا طيبين، وكل واشكر وانت بصحة وسعادة. وبكده يكون انتهى الموسم الأول من برنامجكم ارجع يا زمان. بشكركم جدا على متابعتكم، ونشوفكم قريب بإذن الله.